مشاهدينا مساء الخيرات ومساء الانوار، وخطوه دايما عزيزه جدا في بيت السفير عزيزه تحياتنا القلبيه لكل اللي بيتابعونا في كل مكان، خاصه كل مشاهدي دي ام سي وتحديدا بيتنا بيت السفيره عزيزه. النهارده يوم جديد بنقدمه لحضراتكم انا وصديقتي العزيزه نهى. ازيك نهى؟ مساء الفل. كل سنه وانت طيبه بمناسبه اليوم العالمي للمراه. اشكرك وانت طيبه يا حبيبتي. كل سنه وانت طيبه، كل سنه وكل اللي بيتفرجوا علينا، كل السيدات والفتيات والسيدات الجميلات اللي بيتفرجوا علينا طيبين كمان، وكل مشاهدي قنوات دي ام سي، كل متابعي برنامج السفير عزيزه طيبين وبخير ان شاء الله. كده يكون يوم حلو عليكم كلكم، ومعانا اخبار كتير دسمه جدا وهتعجبكم جدا. هنبدا بقى يا ست الكل بخبر طبعا كل العالم كان بيتابعه، او يوم تحديدا العالم كله بيتابعه، وهو حفل توزيع جوائز الاوسكار. النسخه دي كانت النسخه ال 95، اقيمت في مسرح دولبي في لوس انجلوس، وفي الحقيقه كان كالعاده كان في حاله كده كبيره من الاحتفاء بنجوم هوليوود، كل اللي حضروا وكل اللي كانوا بيتابعوا. بالتاكيد ناس كتيره جدا اللي بيتابعوا الحفل ده بيقولوا بقى هنشوف النجوم والنجمات داخلين لابسين ايه واحدث الوان الموضه وخطوط الموضه، ولكن الحقيقه احنا لفت نظرنا حاجه تانية خالص، كان في لفتات انسانيه طبيعيه جميله جدا. يمكن من اول اللفتات كانت البدايه كانت غريبه وكانت غير معتاده في الحقيقه، لما دخل مقدم حفل جوائز الاوسكار في 2023 والنسخه ال 95 جيمي كامل بحمار صغير اسمه جين. الحمار ده اشترك في دور في فيلم اسمه The Banshees of Inisherin، طبعا يعني كانت لفته غريبه غير معتاده. اكيد. واللي اتقال ان يعني احنا ناقلين الكلام ده عن صحيفه الواشنطن بوست الامريكيه، قالوا بقى ايه؟ انه تم نقل هذا الحمار اللي هو يعني شارك في اول طلعه. لو سمحتي له اسمه جين الحمار جين، ايوه، على شركه طيران من ايرلندا، وعلشان الشركه توافق قالوا انه حمار دعم عاطفي معتمد. وعلى فكره يعني اللي هيسمع دلوقتي هيقول ايه ده؟ ايه اللي هو ايه التصنيف ده؟ هل في حاجه اسمها كده فعلا؟ هو فعلا في حاجه اسمها كده اهو، ودي بتنطبق مش بس على فكره على الحمار جين، ولكن لو حد عايز يصطحب الكلب بتاعه مثلا على متن الطائره وما يحطهوش في اللي هو القفص العادي اللي بيشحنوا فيه الحيوانات، هو ده التعريف اللي بيسمح بيه على كل خطوط الطيران انه على اساسه يتم نقل هذا الحيوان. طبعا دي كانت لفته انسانيه وغريبه شويه وغير معتاده، وزي ما تقولوا كده ايه، اكلت الجو من البدايه واخدت زي ما بيقولوا برضو الاتنشن بتاع كل المشاركين او المتابعين. الحاجة الثانية يمكن اللي لفت نظرنا ان كل النجوم كانوا حريصين ان هم يحتفلوا او كتير منهم مع اسرتهم مع العيلة. طبعا الاحتفال بيكون طعم حاجة تانية خالص لما بتكون عيلتنا حوالينا او الناس اللي احنا بنحبهم وبيحبونا واللي بيفرحوا معانا لنجاحنا او تميزنا. وبالتأكيد دي كانت اللفتات الحلوة جدا اللي شاهدناها مع كتير من النجوم، كان كتير منهم ولادهم جم يحضروا اللحظة دي معاهم. فانت لفت نظرك ايه تاني يا نهى؟ بصي الحقيقه في حاجات كتيره جدا لفت نظري ان هم كانوا حريصين ان هم يتصوروا مع ابنائهم. دي برضو من الحاجات اللي كانت جميله جدا. لفت نظري برضو الكلام الاولاد عن ابائهم وامهاتهم اللي هم ان هم قد ايه كانوا فخورين بيهم وكانوا سعداء جدا بفوزهم. حقيقه يعني من اجمل كمان الحاجات اللي كانت موجوده امبارح، وكمان كان فيها لفته انسانيه جميله جدا، كانت من الممثل الامريكي كي هيو كوان، ونقلتها كل الصحف العالميه في لقطه مؤثره جدا وهو بيوجه التحيه لوالدته لما اخذ جائزه الاوسكار عن افضل ممثل مساعد عن ادائه في فيلم كل شيء في كل مكان في آن واحد. ده غير كمان برضو الممثلة الأمريكية جيمي لي كيرتس اللي هي ابنة الممثل العالمي الكبير توني كيرتس، عبرت عن سعادتها عن أول جائزة أوسكار ليها كأفضل ممثلة مساعدة عن دورها في نفس الفيلم في فيلم Everything Everywhere All At Once، وقالت لقد فزنا بجائزة الأوسكار معا، وكانت بتوجه الكلام ده لوالدها ووالدتها. الحقيقه كلها لفتات انسانيه. عارفه الفيلم ده حصد جوائز كتير جدا، 7 جوائز اوسكار، يا خبر ابيض. من كتر ما هو فيلم قوي واداء كان فيه جميل ومختلف. الحاجه جميله كمان في الجوائز ان اللي حصلت على جائزه احسن ممثله دي اول اسيويه تحصل على هذه الجائزه، ورسالتها برضو كانت الحقيقه رساله مؤثره جدا ومعبره جدا.
كانت بتخاطب كل امرأة، بتقول لكل امرأة ان عمر ما الوقت ما بيتأخر، وممكن ان انت تحققي حلمك في اي وقت، ما تسمحيش لحد ان هو يوقفك عن تحقيق حلمك او يكسر مقاديفك ويقول لك لا فاتك القطر او الوقت فات ان انت تتكرمي. لا انت عارفه يا جاسمين بيقول لك ايه، اتس نيفر تو ليت، يعني كده. عمر ما الواحد لا مش لازم ابدا يحس ان الوقت خلاص مضى، وزي ما بيقولوا ومضى قطار العمر، لا اتس نيفر تو ليت، يعني فعلا فعلا لازم كلنا نقعد ننتهز الفرص ونبقى قد التحدي عشان نوصل للهدف اللي احنا عايزينه في حياتنا. من الاحتفاليات العالمية الحقيقة كلنا بنكون حريصين ان احنا نتابعها، لانها بتكون مؤشر كمان لصناعة السينما رايحة فين، والجمهور بيحب ايه او بيقبل ان هو يشوف على ايه، يشوف ايه. الفيلم اللي حصل على اكتر جوائز هو كان هذا الفيلم اللي هو Everything Everywhere All at Once، حصل على اغلب جوائز الاوسكار، ودي كان تقريبا 7 جوائز، طبعا جائزة افضل فيلم وبطلته الاسيوية ميشيل يو، بجائزة افضل جائزة اوسكار افضل ممثلة دور رئيسي، والمخرجين دان كوان ودانيال شنيرت حصلوا على جائزة افضل اخراج، وكمان الفيلم حصل على جائزة أوسكار لأفضل مونتاج، وكمان فاز فيلم Everything Everywhere All at Once بجائزة أفضل سيناريو أصلي. فيعني الحقيقة دي كانت من اللحظات الجميلة، بيبقى فيها كثير من الترقب والانتظار، وناس كتيرة بقى قبل ما بتطلع الجوائز دي بيعملوا نوع من أنواع التصويت، كل واحد يروح كاتب أنا شايف إن أحسن ممثل هيكون فلان الفلاني، وأنا شايف إن أحسن ممثلة هتكون فلانة الفلانية، وبيبقى في نوع من أنواع التسابق ما بين، طبعًا خاصة على السوشيال ميديا طبعًا، وبعد كده بقى عارف اللي هو بيعملوا إيه؟ أنا طلعت صح وأنا كسبت وأنا كمان كان في، أعتقد كان في فيلم All Quiet on the Western Front برضه فاز بجائزة أفضل موسيقى تصويرية وأفضل إنتاج وأفضل تصوير سينمائي. في تنوع، الجوائز بتبقى الحقيقه كلها اعتقد مستحقه، يعني طبعا انا ونهى ما احناش في مكان ان احنا نحكم، ولكن احنا بنقعدين في اماكن المتفرجين وزينا زي حضراتكم بنحاول ان احنا نستمتع وكمان نتعلم، خاصه ان الرسائل اللي عاده بتطلع من جوائز الاوسكار بتبقى لانها طالعه من النجوم، فالناس بتلتفت اليها او بتهتم بيها، ففكره ان معظمهم كان حريص ان هو يوجه التحيه للاسره والاب والام، ويوجه التحيه للمراه بشكل عام، اللي هو لان ده جاء برضو في اطار اليوم العالمي، الاحتفال باليوم العالمي للمراه، ان المراه ما فيش حاجه توقفها تثبت نفسها في اي مجال، وعمر ما القطر بيفوتها حتى لو تقدمت في السن. فيعني شيء جميل، شيء جميل فعلا جدا ومؤثر وكان لافت للنظر. طيب خلونا نطلع لفاصل ونشوف التقرير اللي معانا النهارده. على أونا على دوي على تري، حكاية أول صالة مزادات أونلاين. على أونا على دوي على تري، هو ده تقريرنا النهاردة عن صالة مزادات، بس مزادات أونلاين، كل حاجة بقت بتتعمل دلوقتي أونلاين، خلاص مبقاش في بقى إن احنا ننزل ونروح صالة المزادات لا، الصالة دي بتبيع تحف وأنتيكات ولكن أونلاين، مش زي زمان بقى لما كانوا الناس تروح وتقعد وتتفرج وتستنى وكده. خلونا نشوف التقرير ده مع بعض ونعرف إزاي المزاد بقى أونلاين زيه زي حاجات كتيرة تانية. احنا بنقدر ان احنا نساعد اي حد عنده قطعه محتاج ان هو يبيعها من خلال المزاد عامه، The First Online Auction House. بنبيع 3 حاجات او 3 categories بالظبط. اول حاجه الانتيكس او الفاين ارتس، تاني حاجه الحاجات اللي هي الجراج سيل، وتالت حاجه البراندز او اللكجري براندز. الانتيكس ممكن يكون عندنا قطعه مش عارفين هي عباره عن ايه او ورثينها، او احنا عارفين حابين ان احنا نعرف القيمه بتاعتها، انا بساعد في ده وبحب ان انا اوصل المعلومه، القطعه دي عمرها قد ايه، قيمتها قد ايه، تساوي قد ايه، وفي حاله ان هي ليجل ان احنا نبيعها بيتم بيعها. بنزل القطع كلها معروضه على الصفحه من خلال فيسبوك، والقطع بتكون نازلة بالصور الكاملة بتاعتها من جميع الاتجاهات بالوصف بتاعها كامل بكل حاجة، وبيبدأ دوري أنا هنا بقى كأوكشنير اللي هو على أونا على دوي على تري، أبدأ أن أنا أسخن المزاد، أعرف مين مهتم بيه، أحمد بيك قال 150 ومين هيزود معانا وهيقول 200 وهكذا، بحيث أن أنا أوصل القطعة للسعر المطلوب بتاعها.
الناس دايما بتحب تشوف الجديد او حاجه ماكس ما بين القديم والجديد. عندي مثلا راديو لمبات ده مش متعدل، واكيد اللي هيكون فاهم يعني ايه راديو قديم بقاله اكتر من كام سنه ما فيهوش اي تعديل ولمباته شغال على حالته. عندي باك اب قديم اقدر ان انا احطه از ان هو قطعه ديكور وشغال، وممكن نسمع صوته كمان مع بعض. عندي بعض قطع زي مثلا المبخره الكلفازينيه، مبخره الكلفازينيه دي الحاجات الكلفازينيه عامه ده قديمه، في كلفازينيه جديد وكلفازينيه قديم. المزاد مزاد في جميع الاوقات، بس عشان تكون مختلف عن زمان او عن فكره مزاد زمان، الفكره نفسها في الحماس، ده مشترك، ده مش مختلف. انا عارفه لسه هقول لك المختلف. المشترك في الحماس نفسه، انا ممكن اكون عارفه ان القطعه دي تساوي اكس بس انا فعلا عايزاها، في حماس لما بدخل واكتب 100 واللي ورايا يكتب 150 200 وهكذا، دي دايما مشتركه في كل المزادات. اذا المزاد اونلاين فالا اونا الا دوي الا تريدي دي بتتكتب في حاجه اسمها العد لانهاء المزاد، بيبقى في وقت معين لانتهاء كل مزاد. المزاد بيكون في عباره عن بوست او منشور على صفحه الفيسبوك، فانت بتيجي مثلا ان المزاد ده هيقفل الساعه 7، فالساعه 7 بنبدا نقول الا اونا، 7 ودقيقه الا دو، 7 ودقيقتين الا تري. طبعا كل شويه بتختلف، لو اخذت عطاء بعد الا اونا بتبدا تعد من اول وجديد وهكذا. فالا اونا الا دوبي الا تري بتتم برده اونلاين. السنين الأخيرة بتبذل مجهودات كبيرة جداً لكل فئات المجتمع، خاصة فئة الشباب لأن هم المستقبل الحقيقي للوطن، بتدعمهم في مختلف المجالات الفنية الرياضية العلمية كمان. بس زي ما الدولة بتعمل مجهودات كبيرة، المجتمعات المدنية والمؤسسات ليها دور كبير ومهم جداً إن هي تتكاتف معاها وتبني معاها، لأن إيد واحدة لوحدها مش بتسقف. والحقيقة ده اللي بالفعل بتعمله مؤسسة المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية، واللي أطلقت امبارح أول مبادرة من نوعها على مستوى العالم في معهد الحوكمة والتنمية المستدامة اللي هي اليد التدريبية لوزارة التخطيط. المبادرة عن الفن المستدام وعن تنمية الإنسان لدعم الشباب والمرأة، وده بيتم من خلال الفن التشكيلي وكمان من خلال إعادة تدوير النفايات الصلبة وتدريب شباب الفنانين الموهوبين في مجال ريادة الأعمال. الحقيقة حاجات كتيرة جدا بتعملها هذه المبادرة، هنتعرف عليها أكتر مع حضراتكم النهاردة وعن تفاصيل مبادرة الفن المستدام وتنمية الإنسان من خلال ضيفتنا العزيزة اللي منورانا النهاردة، دكتورة والفنانة التشكيلية دكتورة رندا فؤاد، رئيس مؤسسة الفن التشكيلي الدولي من أجل التنمية. دكتورة رندا، أولا كل سنة وحياتك طيبة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. والله كل سنة وأنتم طيبين وأنا سعيدة إن إحنا شهر مارس ده شهر المرأة، مش بس المرأة اليوم العالمي، هو كمان يوم 16 وهو ده اللي بالنسبة لنا يمكن احنا هنا في مصر أهم يوم المرأة المصرية. وعرفت معلومة بقى انه كان بسبب ثورة 19 أول بنت من مدرسة السعيدية استشهدت في ثورة 19. الحكاية دي يعني، فأنا كل سنة وانت طيبة ومبروك إطلاق هذه المبادرة. بالضبط، ألف مليون مبروك على إطلاق المبادرة دي، حقيقة يعني حاجة بتخلينا فخورين إن في حاجة زي كده عندنا، فياريت تقولي لنا بقى تكلمينا عنها وتقولي لنا إيه أهم الأولويات في هذه المبادرة. هو الحقيقة المبادرة دي أنا بقالي سنتين دلوقتي بشتغل على تنظيم اللي هو World Art Forum أو منتدى الفن الدولي، وعملنا أول يعني منتدى كان في متحف الحضارات في أول 2022، وكان دخولي كان بغرض محدد، هو إني عايزة أجمع بين الفن وخدمة المجتمع. ليه؟ لأن أنا فنانة ذات خلفية تنموية، فبفكر بطريقة تانية
غير الفنانين يعني، مع طبعا كل احترامي لكل الفنانين، بس الفنانين بيفكروا بما فيهم والدتي اللي هي من رواد الفن التشكيلي، بيفكروا طبعا في شغلهم. هم مش قادرين يتخيلوا بقى أهمية فنهم ده في التأثير على المجتمع وفي خدمة المجتمع. فلما أنا دخلت كنت داخلة بالتفكير ده بالتوجه ده، وفعلا قدرت أن أنا أجمع ما بين الفنانين وما بين خبراء التنمية، وبنتكلم على الأهداف التنموية للألفية. اخترت هدف رقم 17 اللي هو خلق الشراكات. وكنت باجي يعني من ناحية الفنانين يقولي طب إيه هي الأهداف التنموية للألفية، يعني هم التنمويين طيب هو الفن ممكن يعمل إيه، يعني يساعد إزاي أو كده. لحد لما الجماعة بتوع التنمية ابتدوا يقروا، دول ابتدوا يقروا، دول ابتدوا يقروا، قعدوا مع بعض. عملتي نوع من انواع التواصل او كوبري ما بين شراكة. دوله شراكه كانت اول شراكه تحصل. وابتدى يعني اساتذه التنميه والاقتصاد وكده يجيبوا احصائيات القوى الناعمه في مصر، مش بس الفن التشكيلي. القوى الناعمه بمعنى يعني الافلام، المسلسلات، كل حاجه، كل يعني قطاعات القوى الناعمة بتشكل، طلع انها بتشكل حوالي 7% من الدخل بتاعنا. طيب احنا يبقى معنى كده نسبة برضو لا يستهان بيها جزء من الاقتصاد يعني. فحصل المناقشات دي وطلعنا بيها بمجموعة افكار ومقترحات انه لازم نشتغل على شباب الفنانين. وانا دي كانت بقى يعني اللي هي شغله فكري جدا. بس ازاي يا رندا بيتم جذب الشباب دول؟ يعني هل انتوا مثلا بتعلنوا او طبعا بتعملوا ايه بالظبط؟ انا اعتقد يعني انت كنت حضرتك اوريدي اشتغلتي على الجزئيه دي مع انطلاق الكوب 27 في شرم الشيخ. هو البدايه بقى خلاص، خلصنا كوب وورلد ارت فورم 1، طلعنا بافكار كويسه قوي. انا وقتها بقى حولت منتدى الفن العالمي الى مؤسسه، لان انا عارفه ان الاستدامه سستينابيليتي هي مع ان الواحد يبقى فيه عمليه تنظيم للشغل يعني. فده اللي عملته بالفعل، وهي مؤسسه غير هادفه للربح. مؤسسه المنتدى الدولي للفن التشكيلي من اجل التنميه، World Art Forum for Development Foundation. ابتدينا بقى نجهز، قلنا مش معقول نفوت كوب 27 يعني. ده احنا طب ما احنا داخل يعني الفن، مصر بلد الفن اصلا والحضاره. في 40,000 شخص جايين من بره اجانب. فقلنا هنعمل حاجتين. عملنا معرض في الجرين زون، وكان في الشغل بتاع كليات فنون جميله وطلبه وريسايكلد ارت. اشتغلنا بقى على الفن اللي هو مبني على اعاده تدوير النفايات يعني. ومعانا كان برضو بعض الجاليريهات، وكان معانا ناس من بره وناس من مصر وكده. وبعدين الجزء الثاني كان في البلو زون، وده برضو جزئيه مهمه جدا ان احنا يعني شرفنا بان احنا جملنا الجناح المصري وجناح الامم المتحده وجناح ريزيلينس هاب، برضو ده احد الاجنحه الهامه. وانا كنت عاوزه احط لوحات الرواد. يعني هنا بقى بتكلم يعني جزء يبقى فيه طلبه رواد الفن التشكيلي المصريين، لان الاجانب اللي جايين جايين عارفين طبعا فن قدماء المصريين، لكن ممكن ما يكونوش يعرفوا فن الرواد اللي هو الكونتمبري ارت يعني. فكان ده يعني تصميم عندي تقريبا، يعني ان انا عايز اعمل ده، عايز اعمل ده. مكان مع الصعوبه طبعا ما كانش سهل برضه، بتدخلي لوحات وبتعلقي وكده. الحقيقه الجناح المصري كان من احلى الاجنحه، حطت فيه اللوحات، وكان فيه الاجتماعات بتاعه السيد رئيس الوزراء والساده الوزراء وكده. ولما كان بيجي يعني مثلا الوزراء بيقابلوا في اللاونج بتاع الجناح المصري الوزراء الاجانب او الوفود الاجانب، الاجانب بيحبوا الفن، هم يتعرفوا على الفن فيسالوهم
دي لوحه مين؟ الله ده حلو قوي ده. يعني كان معانا مجموعه كبيره من الرواد، يعني لوحات الرواد. فهنا يبتدوا يردوا عليهم. اصبحت الحكومه المصريه سفيره للفن المصري المعاصر، ودي حاجه انا افخر بها جدا، هفخر بها طول حياتي. يعني كوب اتعمل مره خلاص، و يعني المره الجايه كوب 28 هيبقى في الامارات بالظبط كده. مهما الواحد هم يعني كانوا يتخيلوا، ما كانوش يتخيلوا ان هيشوفوا الفن بتاعنا الجميل ده. فارجع بقى لتكمله الجزئيه دي، الجزء الثاني هو انه طيب الفن بتاع الشباب الصغيرين ريسايكلد ارض برضه، حاجات في منتهى الجمال ومش ممكن تيجي على، يعني في موهبه اللي هو ايه، لعب الاطفال الصغيره اللي قد كده نعمل منها زرافه مثلا مش عارفه الحديد ازاي، مش عارفه القش وطالع منه ايه، افكار جميلة. مهما الواحد يتخيل يقول الله ده شبابنا جميل اهو، يعني فعلا عنده افكار حلوه. وفعلا بالفعل الحاجات دي تم تسويقها يعني، وعملنا لها ماركتنج وكده، كانت دي البدايه بقى الفكره. طيب ايه رايك ان احنا نتفرج دلوقتي عن تقرير، نتفرج على تقرير عن مبادره الفن المستدام وتنميه الانسان اللي بدات خطواتها بالامس برؤى لمؤسسه المنتدى الدولي للفن التشكيلي في مقر المعهد القومي للحوكمه. تعالوا نشوف التقرير مع بعض ونرجع نكمل مع الدكتوره رندا فؤاد. احنا بنكمل حاجه ابتدت في كوب 27 او مبادره تم تدشينها في كوب 27، فاحنا بنشارك في اعداد او تنفيذ ثلاث ورش عمل ومؤتمر سنوي كبير، وبالتعاون طبعا مع جامعه العالمين ان شاء الله. دي فكره المبادره، دمج او بنخاطب الفنانين الشبان والشابات من خلال المنظور بتاع الفن وربطه بالتنميه المستدامه. فاحنا هنا بنتكلم على تمكين الشباب، بنتكلم على تمكين المرأة، بنتكلم على الفكر الإبداعي وازاي نعيد استخدام او ريسايكلد ماتيريال في الفن. يوم النهارده هو يعني فكره جديده وفكره جميله في ربط الفن بالتنميه المستدامه عموما. والفن دايما احنا كمصر متعودين على ان الفن هو اللي بيحكي كل قصصنا، وهو الاساس في حياتنا كلها. المصريين بطبيعتهم بيحبوا الفن، في اي قريه وفي اي ناجع، في اي حد مثقف او غير مثقف دايما بيحب الفن. انا عن نفسي لما بقابل اي حد بسيط اول حاجه بيشوفني وبيعرف ان انا برسم بيقول لي ارسمني، وبيشوف اللوحات وعايز يقتني لوحه عنده. فاحنا شعب بطبيعتنا بنحب الفن، فكان من المهم جدا ان احنا يبقى عندنا مبادرات بالشكل ده. مبادره الفن المستدام وتنميه الانسان هي مبادره مهمه جدا، واحنا كنا منتظرينها كفنانين، لان هي هتدعمنا في الشغل بتاعنا ان احنا نقدر نستخدم الخامات اللي في البيئه، ان احنا نقدر نطلع منها شغل جديد. يعني على السن كل الخامات اللي موجوده حوالينا ممكن انها بدل ما تترمي لا احنا ممكن نستفيد بيها. هتخلي الشباب كتير يعني يهتم اكتر بان هو يعبر عن اللي جواه من خلال برضو الفن، ويقدر يطلع لوحات تعبر عن يعني الافكار عموما، ودي هتبقى حاجه يعني مفيده اكيد ليهم. يعني دكتوره رندا، بعد ما شفنا التقرير ده واضح ان البطل الرئيسي هم الشباب، يعني انتم مواجهين المبادره دي للشباب وهم اساسيين. زي ما حضرتك كنت بتقولي، الشباب يبقى عنده فكر مبتكر ومتجدد، ويمكن يعني سابقنا احنا بقى باجيال زي جداً. ما بيقولوا ازاي عرفتوا ان انتوا تجذبوهم للمشاركه في مبادره زي دي؟ عاده الشباب بيكونوا متحمسين للشغل اللي هم بيعملوه اكتر او الدايره بتاعتهم، ولكن هم ينجذبوا لمبادره مؤسسه غير هادفه للربح. عملتوا ايه؟ هو شغلنا بدا اولا بعد ما رجعنا برضو من كوب 27 ان احنا نحضر لخطه عمل ونبتدي نشوف الشركاء الاول. فانا اتجهت لمعهد الحوكمه والتنميه المستدامه
اللي هو اليد التدريبيه لوزاره التخطيط الدكتوره شريفة الشريف. قعدنا مع بعض اتكلمنا، عجبتها الفكره جدا. انا كنت محتاجه ان يبقى معايا يعني لازم مجموعه في عمل. مجموعه عمل يعني. فدي كانت اول حاجه. طبعا معانا دايما اليونايتد نيشنز، فبرضو داخلين معانا، وداخلين معانا مجموعه من المؤسسات، سواء القطاع الخاص، فمثلا معانا شركة تطوير مصر، دكتور أحمد شلبي معانا، شركة مانترز، دكتور كنت محمد سيري. حديثة إن يعني المشاركين برضو في الكوب، يعني كان في الفنان التشكيلي أحمد عبد القادر اللي هو عمل شجرة الحياة في الكوب، إن هو برضو عبد الفتاح أنا آسفة. طيب. إن هو برضو يكون من الحاضرين. هو أنا هكمل المشاركين وأرجع لك، لأن دي نقطة مهمة جدا موضوع الشجرة. بدون أسامي شركات عشان الإعلانات مفيدة. طيب أوكي. يعني هي مجموعة معانا مجموعة من الشركاء anyway، سواء كان من القطاع الخاص أو معانا برعاية مين بقى؟ برعاية وزارة الثقافة، التخطيط، المجلس القومي للمرأة والبيئة. والبيئة طبعا أساسي، بنتكلم على مجلس التدوير والاستدامة. ومعانا كمان مؤسسة فاهم، نبيلة مكرم. أعتقد أنتوا لسه موقعين البروتوكول، لسه موقعين بروتوكول بالظبط تعاون، لأن الفن كمان مفيد، مهم جدا للصحة النفسية. أكيد يعني. طبعا. فبالنسبة لشجرة الحياة دي، اللي فكر فيها هو الفنان أحمد عبد الفتاح. هو الفنان كان معانا في كوب 27 وهو بيشتغل على فيرتشوال ارت، الفي ار، الحاجات الجديده بقى خلاص، اللي هي ايه، بتشوف الفن بطريقه مختلفه خالص، وما بتبقاش لوحه، بتبقى بتشوفيه من خلال النضاره كده وحاجات كده. ففي ديجيتال ارت وفيرتشوال ارت. المهم انه قلنا هنعمل الشجره دي، هي شجره على طراز الشجر المصري القديم، ونحطها في البلو زون، ونشوف يبتدوا بقى الناس يشتغلوا عليها، الوفود يعني. كان عليها إقبال شديد شديد يعني، اللي رايح واللي جاي، سواء كانوا وفود أو وزراء أو من اليو أن أو شباب، من كل. ففي الآخر الشجرة دي مثلت يعني سميناها شجرة كوب 27، شجرة الحياة المصرية. هي معناها الشراكة في كوب 27 بين كل الأطراف في مصر بلد الفن. هي دي ده المعنى يعني بتاعها، وبرضه أنا بعتز بيها جدا جدا. وأهديناها لمعهد الحوكمة، محطوطة في المدخل يعني. طيب دكتورة هنرجع لك تاني، هنخرج لفاصل لرفع أذان العصر، ونرجع تاني نكمل مع الفنانة التشكيلية الدكتورة رندا فؤاد. نرحب بحضراتكم مرة تانية، وبنرحب بضيفتنا النهاردة في بيت السفيرة عزيزة، فنانة تشكيلية دكتورة رندا فؤاد، رئيس مؤسسة الفن التشكيلي الدولي. نرجع نتكلم مرة تانية عن المبادرة يا دكتورة رندا ودور الشباب. عايزين نعرف بقى في الفترة القادمة ايه الخطوات اللي هتاخدوها علشان يتم تنفيذ هذه المبادرة، وازاي هيتم توظيف الشباب او الاستعانة بيهم، بما ان هذه المبادرة اصلا لدعمهم. بالظبط. هو الحقيقة احنا حضرنا مجموعة من الأنشطة الهامة جدا جدا، اللي هي فيها تدريب وفيها كمان تحفيز للشباب. يعني انتوا هتتدربوا عشان حاجتكم هتظهر، فهي دي نقطة مهمة جدا. فاحنا المبادرة اللي تم تدشينها امبارح بالتعاون مع معهد الحوكمة، عبارة عن مجموعة من ورش العمل، كل ورشة 6 أيام، هم 3، 4 أيام هتبقى تدريب على الفن المرتبط بإعادة النفايات الصلبة، إعادة التدوير، إعادة تدوير النفايات الصلبة بالظبط كده. هو 4 أيام عشان نقدر نطلع ببرودكتس، نقدر نطلع بمنتجات فنية، وممكن مثلا مجموعة يشتغلوا مع بعض، طبعا يطلعوا
إلستريشن أو يطلعوا منظر ما يعني أو كده، يعني دي بيجهزوها بقى المتخصصين في هذا المجال، لأن في فنانين متخصصين في هذا المجال من كليات فنون جميلة. يعني مصر من البلاد المتقدمة جدا في المجال الفني بتاع ريسايكل أرت. طب معلش، لو حد مثلا من الشباب دول بيتفرج علينا وحابب إن هو يشارك، إزاي يتواصل معاكم؟ إحنا عاملين أبليكيشن بقى على صفحة المؤسسة بحيث ان نشوف اللي يحب يشارك معانا يقدر يبعت لنا. تمام. في الاول ما يعني في مجموعة من الشباب اللي هيخشوا معانا من مبادرة كون سفيرا، متخرجين من فنون جميلة، هم اتدربوا على شوية على التنمية المستدامة من خلال معهد الحوكمة. فمعهد الحوكمة رشحهم بما انهم اصلا هم فنون جميله وموهوبين وحابين يخشوا. ما لازم اللي يدخل معانا ده يكون بيحب الفن، يكون عنده نوع من انواع الموهبه، وحابب يكمل في المجال ده، لان احنا هنا بنتكلم بقى اهميه الفن في الحفاظ على البيئه، لان بدل ما نرمي الزباله او نبوسخ او نعمل او كده، نعمل منها مناظر، حاجات جميله نجمل بيها مش بس بيوتنا، ونعمل بينها معارض ونعمل حاجات كده. حضرتك كنت بتتكلمي عن الورش، يعني دي ورشه من الورش. ست ورش، اربع ايام فن تشكيلي ويومين، ده الجديد في المبادره دي، رياده اعمال. ندربهم ازاي يقدروا يوصلوا، هم لازم يعملوا ماركتينج او تسويق، او يعملوا شركات صغيره، او يعملوا جاليريهات صغيره. ازاي يقدروا يتدربوا هم ويوصلوا للنقطة دي، ان هم يتكلموا مع الكلاينتس، يقدروا يعملوا ايه. فهي دي الجديد، هو ربط الفن التشكيلي بموضوع الانتربرينورشيب او ريادة الاعمال. هو ده الجديد، يعني لا اعتقد ان ده تم فعلا على مستوى العالم. لما بنقول اول مبادرة من نوعها، وانا اتأكدت من معهد الحوكمة، لانهم طبعا عندهم. الورش دي يعني هتعاد ولا هي هتتعمل مرة واحدة؟ يعني لما المجموعة دي اول مرحلة. المرحلة الاولى ورش العمل، بعديها سيمبوزيوم ان شاء الله في جامعة العالمين في اغسطس باذن الله، يجمع بين الفنانين الشباب والفنانين الكبار بقى اللي هم بيشتغلوا في المجال ده، عشان برضو الفنانين الشباب يتعلموا طبعا، ويحصل حاله من يعني الاختلاط بينهم يعني وكده. هيبقى على مدى اسبوع في جامعه العالمين وفيها كليه فنون. طب وبالنسبه لبقيه المحافظات متميزة، هل في خطط؟ هو كده ولا كده، الشباب دول جايين من المحافظات، من كليات فنون جميله بس من محافظات مختلفه. من مختلف المحافظات. التدريب هيتم في معهد الحوكمه، ممكن يبقى في حته تانية برضو يعني، ما لكن احنا اتفقنا مع معهد الحوكمه مبدئيا. وبعدين السيمبوزيوم كده نبقى كوننا زي نتورك او مجموعه كده من الفنانين اللي هم الشباب والكبار في هذا المجال. هنعمل بقى ان شاء الله من غير مقاطعه كده، نعمل معرض بإذن الله في آخر أكتوبر أوائل نوفمبر للأعمال بقى المجمعة اللي هم كلهم اشتركوا فيها، للأعمال المجمعة اللي اشتغلوا كلهم فيها على مدى الست أشهر اللي جايين دول. وهيتعمل بإذن الله إن شاء الله، ده الجديد بقى اللي أنا تعليني عنه، يعني أحب أعلن عنه، وإن شاء الله خير بإذن الله. في متحف بنك مصر. هو ده الفكرة كمان الجديدة. إن إحنا متعودين، أولا بنك مصر هو البنك الوحيد اللي عنده له متحف. المبنى فوق الخيال طبعا، حاجة بديعة، أجمل المباني اللي موجودة، رحت وشفته وكده، حاجة جميلة جدا يعني. اللي أسس بنك مصر هو طبعا طلعت باشا حرب. طلعت باشا حرب كان بيشجع الفنون. هو اللي بنى، أو يعني هو اللي ساهم في بناء استوديو مصر. وكان يعني كان بيشتغل، يعني كان عنده الحتة دي. احنا هنا بنرجع بتربطي للماضي، انه بربط التاريخ بالحاضر، ودي حاجه انا سعيده بيها جدا جدا، يعني يمكن بنفس سعادتي بالمبادره. ان اما عملنا امبارح اورينتيشن للشباب، محاضره كامله بقى، نشوف هم عاوزين ايه واحنا هنعمل ايه وكده وبتاع. فدي قلت لهم انتوا الشغل بتاعكم
مش انه هتعملوا شغل ويقعد كده، لا ده احنا هنعمل معرض، ومعرض كبير والمعرض جدا. ده في مكان من اعظم الاماكن. طب بعد المعرض ده بقى الحاجات دي مثلا هل هيتم بيعها؟ هل هتعملوا مزاد مثلا وبعد كده الريع بتاعه يروح لمشروع تنموي او حاجه؟ هي الخطوه الاولى اللي هي احنا خلصنا الورك شوبس والسيمبوزيومز، هنعمل مسابقه نختار فيها الاعمال الأفضل. طبعا لازم نعمل التصفيه الاول طبعا الأعمال. لازم وبعدين نعمل المعرض، والمعرض ده هيكون للبيع يعني الـ فبكده الشباب يبتدوا برضو ياخدوا الخطوه دي ويبقوا عندهم يعني تحفيز من الاول وحافز ان هم هيعملوا حاجه الناس كلها هتشوفها. ده جزء. وبعدين المفروض ان احنا كاب 28 بقى نروح نعرض النتيجه بتاعه المبادره بتاعتنا اللي هي المرحله الاولى للمبادره بتاعتنا. وبعدين المفروض انه السنه الجايه في مارس مصر بتستضيف قمه المدن. قمه المدن هي بنفس اهميه كاب 27. يعني هي من خلال الأمم المتحدة، يعني برضو هتكون هنا في القاهرة. وما بنتكلم على قمة المدن بنتكلم على الهدف التنموي رقم 11 اللي هو Sustainable Cities and Communities، أو المدن المستدامة والمجتمعات المستدامة. جزء منها الفن. فهنعمل معرض كبير. المعرض ده أنا الحقيقة تفكيري وصلني كده ان انا مش هعرض حاجه من بره بقى خلاص. عايزه كلها حاجات مصريه طبعًا بقى طبعًا. مصريه. وانا ايه مصري. اللي يخليني انا يعني اوكي طبعا الفن جميل في كل مكان، لكن انا عايزه اشجع شباب بلدي طبعا، عايزه اشجع الفنانين بتوع بلدي، عايزه سواء كانوا شباب او اكبر شويه. ممكن طبعا المعرض ده هيبقى معرض اكبر بقى. فهم الشباب امبارح واحنا بنتكلم عارفه اللي هو ايه بتحف يعني في تحفيز بقى شديد طبعاً. ان لا ده انتوا هتشتغلوا جد وهتتدربوا على الفن وعلى رياده الاعمال وهتتعرض حاجتكم. كل ده مرحله اولى. بعد كده احنا المفروض المبادره دي لمده سنوات، يعني على الاقل 3 سنين كمان. طبعا جميل. طبعا عشان احنا مش يعني هيبقى ده مجموعه. احنا عايزين كمان وكمان وكمان. دي بلدنا بلد طبعًا. الفن طبعًا. والحضاره والفن هو اللي بيهذب الوجدان، هو اللي بيعمل توعيه، هو اللي بيبعد بيدخل طاقه ايجابيه ويبعد الطاقه السلبيه. وشبابنا عنده يعني مواهب جميله بيأكد على الهويه المصريه برضو. دي نقطه مهمه جدا. يبعد التطرف، حاجات كتيره جدا جدا الفن ممكن يقوم بيها في خدمه المجتمع. فانا بحاول بقى ازق في هذا الاتجاه يعني، وان شاء الله ربنا يجيب الخير. يعني اولا واخيرا الشباب هم المستقبل، فهم طبعًا. اللي يعني هيشتغلوا أكيد. وانا بس الفكره يعني، وان شاء الله خير باذن الله. فنانه التشكيليه رندا فؤاد رئيس مؤسسه الفن التشكيلي الدولي، بنشكر حضرتك جدا جدا يعني بجد جداً. استفدنا جدا من حضرتك، وفعلا فعلا شبابنا هم المستقبل. كل التوفيق والنجاح للمبادرة دي، واحنا بنؤمن إيمان كامل وتام بقدرات شبابنا ومواهبهم جدا. أشكرك شكرا جزيلا. ميرسي جدا جدا. ميرسي قوي. هنطلع فاصل قصير ونرجع مرة تانية مع حضراتكم. تاني فقرة معانا النهاردة في بيت السفير العزيز. زي النهاردة من سنة بالظبط انطلق التحالف الدولي للعمل الأهلي التنموي في 13 مارس 2022 بعد إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سنة 2022 عام للمجتمع المدني. ومن وقتها بدأت مرحلة جديدة في التكامل بين جهود الدولة وبين المجتمع المدني. اتحدت 24 جمعية ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي مع بعض، اتحدوا ووحدوا جهودهم وخدماتهم مع مؤسسة حياة كريمة ومؤسسات الدولة كمان، عشان يقدروا يوصلوا المساعدات لكل شبر في مصر، سواء كانت المساعدات الاجتماعية للأيتام والأرامل وكمان المقبلات على الجواز، أو بمشروعات التمكين الاقتصادي، أو حتى توصيل المواد الغذائية وغيرها من أشكال المساعدات. وفي كل ده دايما السيدة والفتاة المصرية حاضرة وبقوة.
خصوصا مع بداية انطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكمان مع تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي للسيدات والفتيات المتطوعات. كل واحدة منهم ليها حكاية مع التطوع، بدأت من أزمة اتعرضت ليها أو من بس مجرد رغبة في مساعدة الناس المحتاجة. وبما أنه فاضل أيام قليلة جدا على موعد مبادرة كتف في كتف، أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر كله اللي هتنطلق تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 17 مارس الجاري لدعم الفئات الأكثر احتياجا في مختلف محافظات مصر. وده طبعا بمناسبة شهر رمضان الكريم. حبينا كده نسمع معاهم ومعاكم حكايات من بنات ومن سيدات متطوعات شغالين على الأرض بكل طاقتهم وبيسابقوا الزمن عشان يجهزوا المساعدات اللي هتوصل لأهالينا في كل مكان في مصر. خلونا نرحب بضيوفنا اللي منورينا النهاردة. معانا فرح عاصم من محافظة سوهاج، أهلا بك يا فرح. أهلا بحضرتك. ومعانا كمان وفاء محمد، متطوعة في فعاليات مبادرة حياة كريمة بمؤسسة صناع الخير بمحافظة المنيا، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. ومعانا كمان ناهد عبد الخالق، متطوعة في أنشطة التحالف الوطني بمحافظة الدقهلية، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. احنا مبسوطين جدا إن أنتوا معانا النهاردة دعما طبعا للدور الجميل اللي أنتوا بتقوموا به. التطوع وخدمة المجتمع ده دور أساسي لازم كل واحد فينا يكون له دور بيعمله من خلاله. أنا هبدأ بأصغر واحدة، هبدأ بفرح. فرح أصغر واحدة معانا النهاردة، والشباب زي كنا لسه بنتكلم عنده طاقة وطموح وحماس. إيه اللي خلاك تتحمسي لفكرة إن أنت تعملي عمل مجتمعي تطوعي وتنسقي ما بين ده وما بين دراستك؟ هو أنا أولا ما كنتش أخد القرار خالص. فجأة لقيت لوحدي قررت ان انا هدخل في الجمعيات، وشاركت اول مره. كنت بتابع جروب بتاع صناع الخير ولقيت شغلهم حلو جدا، فقررت ان انا هنزل. لا انا هنزل وهشوف بنفسي اذا كان الكلام ده حقيقي ولا لا، اللي هو بمجرد كاميرا بس. فجاه نزلت ولقيت كل حاجه زي ما هي بالظبط، اللي هو حقيقي كميه المصداقيه اللي في المؤسسه فظيعه. بس كان عندي حافز اني انا لا انا هكمل وهوصل، وعايزه اعرف الحاجات اللي هم بيشوفوها، الناس اللي بيتعاملوا معاها قد ايه هم بيبقوا مبسوطين. وبالفعل نزلت، وده ساعدني كمان على دراستي خالص، وساعدني ان انا اصلا شخصيه كنت انطوائيه جدا. يعني انا ما كنتش بتعامل مع البشر. فجاه لقيت نفسي اجتماعيه بطريقه رهيبه جدا. بس فده حاجه يعني في قمه السعاده حقيقي. طب وده شجع بقى صحباتك يا فرح ان هم ينضموا زيك ويعملوا عمل مجتمعي تطوعي؟ ده انا حتى اهلي في البيت، انا عندي بنات اختي 16 و17 سنه، اول ما لقيوني لا انا حابه الموضوع وشايفه ان هو حاجه حلوه جدا، وبخرج وبروح وباجي وبساعد الناس. وحقيقي انا بكسب كميه دعوات يعني ما تتخيليهاش. احلى حاجه في الدنيا. فقررت اني انا لا هم لا عايزين ينزلوا معايا وعايزين يعرفوا، وبالفعل نزلوا معايا. حلو قوي. كتير قوي. وكانت عندنا قفلات طبيه ونزلنا فيها ونزلوا معايا كذا حاجه تانية يعني ان شاء الله. برافو، جميل جدا. وفاء احكي لنا بقى ازاي بداتي العمل التطوعي وامتى ابتديتي؟ بدات العمل التطوعي من حوالي 7 سنين. بدات مع صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي. كنت متطوعه وكنت اكبر المتطوعين سنا. وبدات معاهم شغل وابتديت انزل معاهم مدارس. بس ايه اللي خلاكي تتطوعي في العمل؟ التطوع ده شيء جميل، بنوصل معلومه حلوه للناس، بنساعد، بنخدم، بنوصل للمستهدف في مكانه. سواء في النجعه، سواء في قريه، سواء في اي مكان. دور المتطوع مهم جدا في المجتمع. هو اللي بيعمل البحث الميداني، هو اللي بيجيب لنا الحاله من اضيق مكان في المدينه، في القريه. وبيوصلنا ليها، بيعمل لنا ليها عمل الدراسة كاملة للحالة ووافية، بيعرف ازاي يستهدف الحالة. هنساعدها ازاي؟ هنساعدها في اي مجال؟ يا ترى هي محتاجة مساعدة مادية ولا علاجية ولا مشروع؟ ولا هي بتربي ايتام محتاجة لولادها، ولا محتاجة مواد غذائية او 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 او
فده هو دور المتطوع بشكل عام في كل قرية بينزل فيها، بيعمل لي عملية بحث، بيطلع لي أصعب الحالات الموجودة في القرية. من خلال المتطوع بنعمل دراسات كتير، عاملة دراسات شاملة لكل قرية ومجهزاها. دي الحاله، القريه والمحافظه اللي انت بتنتمي اليها، القرى في المحافظه اللي انا بنتمي ليها بالظبط كده. طبعا انتوا ولاد المكان بيبقوا يعني اعلى وادرى ناس بمشكلات المحافظه طبعا، او البيئه اللي هم ابن فيها. القريه هو ادرى بيها صح. اكيد نهد، انت من الاهليه تمام، بداتي بقى يعني موضوع التطوع امتى؟ بقالك كام سنه وايه اللي شجعك ان انت تتطوعي في المجال؟ انا متطوعه بقالي 13 سنه 13 في جامعه الأرمون ما شاء الله. كان عندي زوجي كان عمل قلب مفتوح وولاد حلال دلونا على الجمعيه دي، فعملناها والحمد لله شفاها الله وعافاه. ومن يومها بقى وانا ايه يعني، هو حتى اللي شجعني والجمعيه اللي تكفلت بمصاريف العمليه من الالف للياء. فطبعا هنا قال لي لازم تروحي تتطوعي وتساعدي كل المحتاج. حتى هو كان في بيتنا وكان يعني بيدعي للجمعيه، لان يعني بصراحه يعني حاجه احنا كنا بنسمع عنها بس ما شفناش الا ما دخلنا في المجال دون. طبعا جمعيه يعني جامعه الأرمان دي طبعا هي الجمعيه الام اساسا، يعني بتعمل مشاريع وبتعمل حاجات. انا قلت لك كان معايا 80 متطوعه ومتطوع. لما انا مشيت في القرى وبقينا نساعد ونعمل وكده، فمشاريع اكشاك لو مؤاخذه مواشي، كفاله طبيه تلاقي، بصي عمليات قلب مفتوح، عمليات عيون، عمليات برضو صغرى في المستشفى كفاله طبيه دي. كل اسبوع بتطلع واحنا بنطلع بها 70 حاله بنطلع، يعني الجامعه بتتكفل بها. وطبعا معانا المتطوعين بتوعي وكلهم فرحانين وعاملين جروبات بقى وبيدعوا بعض. انا عندي اطفال يعني بصي في الاعدادي يا ماما ناهد هنيجي، مفيش حد بيقول لا يا ماما ناهد، لان انا بقالي 13 سنه في الجمعيه دي، يعني مسمينا يعني الام بتاعتهم. يعني معايا كان معايا يوم الجمعه 80 حاله 80 متطوع 80 متطوع، وزميلتي في التطوع جايبه 45 كلهم حابين. كنا عندنا كلهم متأهليه ما بنسيبش، بصي ما بنسيبش شب. طب بتنظموا وقتكم ازاي؟ بتقسموا مجهودكم ازاي على المشروعات المختلفه التنمويه دي؟ بصي هو احنا ممكن مثلا ايه يعني ننزل النهارده مثلا عايزين مثلا اكشاف، ننزل بقى ندور ونبحث عن الحاله وبنودي الحاله للجمعيه عندها ظروفها كذا كذا، فبتعمل بقى بحث اجتماعي وبتعمل ورقه وكده، والجمعيه بتنزل بقى تفحص بقى النهائي بقى بتاعها. طبعا هو يستحق بقى ولا ما يستحقش. فالمتطوع هنا دوره ان هو بيلمس يعني بصي قلب الناس اللي هو ايه تحت الصفر. يعني غير الجامعات الخيريه كمان، يعني الجامعات الخيريه دي ممكن تجيب لي عشوائي، لكن المتطوع اللي زينا ده بيروح للناس المعدومه اللي فعلا محتاجه. ايوه المحتاجه. يعني احنا بنروح يعني بنروح قرى فيها بيوت بنيل عند النهارده، فيها بيوت ما فيهاش ميه، فيها بيوت يعني ما فيش، فيها مرض وفقر. عارفه يعني ايه مرض وفقر؟ فالجمعيه هنا بتتكفل المرض والفقر. جميل يعني جدا. بصراحه يعني مجهود 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 ما فيش بعد كده. ويعني ومن يوم كمان ما التحالف نزل كمان بقينا على اوسع، وبقينا نلمس قلوب الناس. يعني بص انت لو تلاقي البهجه والفرحه على قلوب الناس القريه اللي انت نازلاها وجبر الخواطر دي حاجه يعني ما اقولكيش بقى. يعني لما تنزلي تطبطبي كده ولا ست مسنه تطلع معانا في كفله طبيه كده وتدعي لك يا بنت، تقوليش يا دكتوره، قلت لها يا حاجه انا مش دكتوره، تقولي انت احسن من الدكتوره. ايوه قلت لها يا حاجه والله انا خارجه هنا اخدم لله. وكل المجموعه اللي معانا دي جايه تخدم يعني لله. بجد بجد يعني انا فخوره بيكي جدا. الله يكرمك. بيكوا كلكوا الصراحه يعني. طب احكي لنا بقى يا فرح، انت بالنسبه لك ايه دورك في العمل التطوعي اللي بتقومي بيه؟ انا بحثه ميدانيه وبنزل اسر يعني بعين فيها اذا كانت الاسره تستحق او لا. المشاريع اللي هي بتبقى موجوده بعين. هل انت تبع مؤسسه معينه؟ انا بشتغل تبع مؤسسه صناع الخير. بس انا بشتغل في كذا مجال تاني يعني. أوكي. بعيد عن صناع الخير، بس صناع الخير حقيقي من الناس اللي هي يعني في ناس في ثانويه عامه. انا من الناس اللي كلمتهم وقلت لهم اني الناس دي محتاجه تعمل استمارات، بس مش معاها ومش معاها تكمل اصلا مصاريف المدرسه. حقيقي تاني يوم بعتولي الفلوس ونزلت عملت كل حاجه بنفسي.
وطلعت شهيد ميلاد كمبيوتر ورحت دفعت المصاريف في البوسطة ووديتهم للناس. حقيقي الفرحة كانت مش طبيعية. وبنزل كفالات طبية وبنزل أوقات توزيع عرايس. فعارفة حاجة كده اللي هو انت ما تبقيش متخيلة من كتر فرحة الناس. طبعا. الناس مش بتبقى متوقعة ان الحاجة دي ممكن تيجي، اللي هو احنا نازلين بحث ميداني وبناخد بيانات ومش عارف ايه وكده، بيبقوا حاطين في دماغهم ان كله ده كلام. فجأة لما بترني عليهم تقولي لهم احنا محتاجينكم يوم كذا عشان تستلموا كذا، اللي هو بيبقوا مبسوطين بطريقة مش مصدقين. انا كنت من ضمن الناس اللي كنا عاملين توزيع نظارات، فكانوا بعتلي الشيت بتاع الناس، فكل ما اكلم حد اللي هو ايه ما يبقاش مصدق، ما يبقاش لا ومش مصدق كمان ان هي ببلاش. طبعا اللي هو انا بكلمهم طيب هو اكيد احساس جميل جدا انك تدخلي البهجه والسعاده على قلوب الناس. ده حقيقي احساس رائع يعني. والناس كلها بتبقى مبسوطه باني حد بيكلمهم وبيتابعهم. طبعا. وانا بمجرد موبايل بس بلاقي الناس طول الموبايل وانا بكلمهم. ربنا يخليكي. طبعا دعوات بقى من هنا كتير كتير قوي، فده كمان خلى كل الشباب اللي هو من سننا حقيقي عايزه تدخل. طب احنا داخلين على شهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين. شهر رمضان بقى ده شهر العطاء والخير والبركه واللمه وشهر الفرحه لينا كلنا. طبعا عايزاكم كده كل واحده فيكم تقول لنا الانشطه اللي انتم بتقوموا بيها في الفتره دي استعدادا لشهر رمضان لدعم الفئات الاكثر احتياج. اتفضلي. اول حاجه الانشطه ابتدينا نجمع عدد من الكراتين علشان نبتدي نوزعها على الاسر المحتاجه، وبالفعل انا قمت بتوزيع من حوالي يومين فعاليه في محافظه المنيا وقراها. كنت واخده طن ونص بطاطس وواخده كراتين من هجها ما واخده كراتين من مؤسسه اكرام. ودي مجهزاها ومجهزه ان انا اخد الحمد لله من فضل الله علينا يعني بناخد كراتين من الأرمان ومن مصر الخير وصناع الخير ان شاء الله. بنحاول دايما نبتدي نجهز الكشوف بتاعتنا ونشوف الحالات الاكثر احتياجا ونبتدي ننزل لها ونعمل بيها ايه الفعاليات بتاعتنا. جميل. تمام. بعد كده بنشتغل بقى على توزيع الوجبات المطهيه. الحمد لله من فضل الله علينا مؤسسه مصر الخير ساهمت معانا ب 150 وجبه في خلال شهر رمضان الكريم. بحاول ان شاء الله اجهز مطبخ للجمعيه بتاعتي باذن الله. حلو قوي. ده ان شاء الله بالجهود الذاتيه. فده دي حاجات بتدخل على الاسره الفقيره فرحه وسرور اكيد اكبر مما تتخيلي. وقت الفطار كده وانت بتخبطي عليهم وتديهم الفطار بتاعهم دعوات فوق ما تتخيلي. طبعا. فرحه عروسه بعد العيد هتبتدي تدخل، بنبتدي نجهز لها. دي حاجه يعني مش عايزه اقول لك يعني احنا في عروسه ابكتني والله اتصلها يوم ما خدت الجهاز بتاعها خلتني بكيت. فيعني فعلا بجد ربنا يقدركم على فعل الخير. فعلا وبجد بجد انا بشكر كل المؤسسات الكبيره اللي بتقف معانا بدايه من مؤسسه اكرام اول مدعم لينا. مؤسسه مصر الخير، الأرمان عملنا معاها شغل حلو قوي. رساله ان شاء الله يعني، ومصنع الخير خلتنا ساهمنا في اليوم اللي جه فيه الريس وقطار الخير. فده يعني ده دورهم كبير قوي قوي معانا يعني. ناهد انت بقى قولي لنا استعدادتكم انتوا ايه لشهر رمضان المبارك لدعم الاسره الاكثر احتياجا. بنوزع الكراتين طبعا وبنوصلها لعند البيت. ومش الكراتين لوحدها، كمان لحوم. تمام. يعني الحاله بتاخد كرتونه وبتاخد اللحوم بتاعتها وبتستمر بقى الحاله دي لعند شهر رمضان ما يعدي يعني. ما بيسيبوش اي حاله خالص غير ما بنوصل لها احنا يعني المتطوعين، ومعانا طبعا رئيس الجمعيه عندنا لعند البيت. ما بنخليش الحالات تقعد في مكان ونوزع والكلام ده كله، بنوصل الحاله لعند البيت، الحاجه لعند البيت كده. وطبعا جواز العريس طبعا بعد رمضان زي ما الابله قالت كلها طبعا ايه فرحه كبيره وجهزوا حاجات يعني على مستوى يعني. وعندنا المكتب في الاهليه بصراحه مش سايب شبر شبر الا ما حاطط بصمه عليها. مشاريع اكشاك مواشي تعريش بيوت وتشطيب لوكس يعني ومعارض. وبعدين بنبتدي نعمل كل اسبوع معرض. انت عارفه ان دخلت عيد والناس طبعا محتاجه وكده، فطبعا هنا بيعملوا معارض. والمعرض بيبقى مثلا السيدات وكده هم اللي بيصنعوا الحاجات وبيعرضوها للبيع. لا، الجمعيه الجمعيه بتعرض
المعرض للناس الغلابه من غير فلوس من غير اجر بتجيب الناس. انا افتكرت ان في سيدات هم اللي بيعملوا انشطه معينه وبيبيعوها باطفالها تلبس طقم وغيار وتعدي كده يعني بصراحه عاملين شغل ما حدش يتكلم خالص عليه والله ما سابوش شبر بجد في الدقهليه الا حتى لو انت نزلت الدقهليه تلاقي هنا اورمان وهنا اورمان في كل مكان في كل مكان علامه إيه مثلا الاسره اليتيمه والاسره الفقيره والاسره المتوسطه ما سابوش بصراحه اي مجال لاي حد. واحنا داخلين على رمضان يا نهى يمكن رمضان السنه دي مختلف عن اي رمضان فات. اه طبعا العالم كله بيمر بازمه اقتصاديه اكيد محتاجين مزيد من التكاتف مزيد من الدعم مزيد من الاحساس بالاخر مزيد من العطاء أكيد. ايوه طبعا سوهاج هتعملوا ايه في سوهاج يا فرح؟ برضو احنا بنجمع نعمل مطبخ علشان نوزع الاكل كل يوم للناس لحد بيوقع وجبات سخنه احنا بعيد عن رمضان اساسا احنا كنا كل شهر بننزل نوزع وجبات لان الناس حقيقي دلوقتي محتاجه يعني اكتر من اي وقت تاني صحيح. انت زي ما انت شايفه الوضع دلوقتي فظيع فالناس كل حاجه محتاجاها دلوقتي وبنعمل كراتين رمضان برضو نفس الحوار من مؤسسة مصر الخير ومؤسسة صناع الخير وحياة كريمة برضو يعني مديانة نسبة كبيرة جدا بس هو نفس ولبس العيد لبس العيد طبعا لبس العيد اكيد لبس العيد طبعا الحمد لله من فضل الله علينا بنعمل معرض كده سنوي بنجمع فيه الملابس الشبه جديده او اللي مش المستعمله استعمال نظيف جدا وبنعيد يعني لو فيها اصلاح بتصلحها بتروح المغسله بتتغسل كويس جدا وتتكوي وتتكيس وفي عندي محلات في الحي عندي او ما بتعرف المعرض بتاعي بدا تديك حاجات جديده جديد ربنا يخليك جديد صحيح. او بيفضل معرض ببقى عامله فكره ان انا اعمل معرض يوم واحد انا استمر المعرض عندي حوالي 4-5 ايام وقفلته وقلت لهم كفايه انا فعلا بجد والله بجد بجد ربنا يقدركم على فعل الخير ويبارك لكم كده عشان المجهود الخرافي اللي انتم بتعملوه ده وانكم يعني تساعدوا الناس اللي فعلا محتاجه المساعده ده بجد بجد يعني يا فرحه طفل يا طفل سواء يتيم او فقير طبعاً. بفستان او عفوا شوز يلبسه في رجله او حاجه او لو حتى محطوطه في المعرض توكه هيحطها في شعره بالزبط. شنطه من بنت مش حاجة عايزاها صغيره زي دي متخيله ممكن احساسه هو داخل ينقي الحاجه ويدور يشوف ايه اللي يناسبه وايه اللي هياخده ويقيس ده دي فرحته بالدنيا كلها مامته هي خارجه بتقول ربنا يخليكم ربنا يستركم دي بالدنيا كلها تمام احنا بنشكركم شكرا جزيلا ناهد ووفاء وفرح نورتونا وشرفتونا واحنا فخورين بكل المجهودات بتاعتكم دي ربنا يقدركم ويكرمكم على حسن عملكم ونيتكم الصافيه الصادقه ويمكن احنا من بيت السفير عزيزه هنا نهى بنوجه برضو يعني الرساله لكل حد كل واحد فينا لازم يكون له دور تطوعي مجتمعي لخدمه المجتمع اللي هو فيه خاصه يمكن في هذا الشهر الكريم والشهر ده هو شهر البركه هو شهر الإحساس بالآخر هو شهر العطاء هو شهر المساعدة هو شهر اللمة هو بالتأكيد كمان شهر الفرحة كل سنة وانتم طيبين واحنا دايما متجمعين في الخير وربنا يعيد علينا رمضان بكل الخير وكل البركة ودايما تكونوا حضراتكم معانا هنا في بيت السفيرة عزيزة نهى وأنا كده نكون وصلنا مع حضراتكم لنهاية يومنا النهاردة بكرة إن شاء الله يوم جديد ودايما خطوة عزيزة